الخبر اول اللي عدنا عن برومو الناري لاغنيه محمد جواني الجديده يا حبايب، فنزل على حسابي بالانستغرام اللي برومو الاغنيه الجديده راح احط لكم اياها شوفوه. هب الدنيا بيسوعنه اوعى انا زلم مشرعنه، قولي لا ابوك يوافق بلا ما يطلع جنانه. فكتنا حبايب بالكومنتات ايش جيم متحمسين لاغنية محمد جواني. ننتقل حاليا المتابعين وتهجمهم على كريستينا ويارا يا حبايب بسبب تنزيلهم هذا التيك توك اللي كانت فكرته انه كريستينا تقول هو سكسي وترد عليها يارا ام سكسي. طبعا تفسير يا حبايب هذا التيك توك اللي هو انه يارا تقول انه انا مثيره وتجي تقولها منو هي المثيره. طبعا هذا اشخاص فهموا الموضوع زائد 18 ولكن لا يا حبايب هي مجرد كلمه مثيره مو اكثر. اعطيكم التيك توك. هو سكسي ام سكسي هو سكسي ام سكسي هو سكسي ام سكسي ام سكسي فك ات اب جيرسي فك ات اب رايت ناو بيبل فك ات اب. طبعا هم الكومنتات يا حبايب صارت تجمعوا عليهم اكتبوا لهم انه هل انتم فهمتوا كلمات الاغنيه يوم ما تقولوها. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل استحقوا هذا التهجم تعرضوا له او لا بسبب هذا الكلام. وارسلت يارا يا حبايب فنزلت هذا الستوري اللي كانت كاتبه عليه مصيبه جديده ادعو انه تنحل. ولكن صدمه يا حبايب لما امها نزلت هذا الستوري اللي كانت كاتبه عليه والله عم ببكي من جوا لانه بسبب القصه وان شاء الله تمشي على خير. طبعا ان شاء الله يارا تمشي الموضوع على خير، احنا الان احنا ما نعرف شنو هي ولكن كذا يا حبايب لازم ندعي لهم ان الله يوفقهم يا رب وان شاء الله ماكو الا الخير والعافيه. واكتبوا لنا شو تتوقعون. وبالنسبه لاخر شيء يا حبايب ليارا واللي هو للاسف الحفل الوداع اللي سوته هي وباريج دادا يا حبايب، فالما يعرف يا حبايب انه باريج دادا هو راح يسافر من تركيا وبعد ما راح يرجع تركيا مره ثانيه. أعطيكم الستوريات تشوفوها. آخر أيامه معنا. آخر أيام. بلا. آخر يوم. روح. آخر يوم. لا مو آخر يوم. بكرة رايح. بكرة رح يروح ينزل معه. فهاي آخر لقاء لنا سوا. خلاص روح. وعلى سيرة السفر يا حبايب في النور مارها منزل شوية ستوريات دي على من خلالها انه هو ان شاء الله همين راح يروح يسافر دبي، ولكن ان شاء الله هذا الشيء راح يصير بعد يوم 13 بالشهر راح تكون اعلان اغنيته او اعلان المفاجأة مالت الخرافية راح احط لكم الستوري شوفوه. نحكوا شوي بالجد تعالوا نحكوا. ان شاء الله يوم السبت راح يكون في فيديو عن المفاجأة وبعدين راح تكون المفاجأة وان شاء الله بس خلص عيد ميلادي وهيك الوجهة دبي دبي. وبنفس الوقت يا حبايب المذيعة فرح اللي سوت مقابلة ويا نورمار وجواني بالسابق هي نفسها يا حبايب همين فضحت قمر الطائي انه هي المفاجأة النارية مالتها اللي مجهزتها صار لها غابة تقريبا 7 أيام على مودها انه هي راح تسافر دبي حسب ما قالت انه تواصلت وياها وقالت لها راح تسافر دبي. راح احط لكم الستوري شوفوه المقطع شوفوه. وطبعا راح يسوون مقابلة ويا بعض ان شاء الله. على راسي ان شاء الله. انا قمر تواصلت معاها وعدتني اول ما تجي على دبي عن قريب ان شاء الله، هي قالت عن قريب جدا جايه على دبي واول ما تجي على دبي نعمل حلقه معاها وتنورنا في البرنامج. وبالنسبه لنورمار يا حبايب فنزل هذا الستوري ويا العضو الجديده اللي هي ميمي، الجندي اللي من خلالها انه راح يسوي مقطع ويا على القناه الثانيه راح يكون عباره عن مقطع اسئله، اكو راح احطكم الستوريات تشوفوها. ميا مين؟ راح نصوركم فيديو على اليوتيوب على القناه الثانيه لهيك هي الصندوق الاسئله اسالوها الاسئله اللي بدكم اياها وحتى تعرفوها اكثر وتتعرفوا عليها. بالختام عن فضيحه انور يا حبايب في انتشر هذا الستوري كان نشر النور مار يا حبايب، هذا الستوري يظهر بيه انور مثل ما شايفين هذا الو انور يا حبايب وبيده كان لازم مثل الجيجاره مثل ما شايفين بالسهم يا حبايب كان لازم جيجاره بيده. اكو هي حريه شخصيه ولكن اكتبوا لنا بالكومنتات شو تعرفون هذا الشيء او لا. بس والله حبايب لو صارت المقطع المقطع عجبكم لا تنسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس زي ما قلت لك القصص احبكم ومع السلامه.